السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة كاشستو، جينا نصور شقة 4 غرف صالة مساحتها 220 متر مربع، في كل دور 4 شقق، شقتين 4 غرف صالة، شقة هنا وشقة هنا وشقتين أمام، 3 غرف صالة 3 غرف صالة في كل بناية. عندنا أسانسيرين، أسانسير يسع تقريبا 12 شخص. نجي هنا، هذا الممر، هذا مدخل الشقة. شقة مساحتها 220 متر مربع، هذا مدخل الشقة. أول ما نخش نجي هنا على اليمين، دولاب خاص بالأحذية والعبات. يسارنا مخزن والدواليب راكبة وجاهزة. مقابل المخزن عندنا غرفة أولى للضيوف. الشقة كلها ما شاء الله مزودة بورق جدران فاخر. في مخرج من الغرفة الأولى للضيوف للبلكونة، هذه الإطلالة من البلكونة، إطلالة من الدور العاشر على البحر زي ما احنا شايفين. وعندنا هنا على المجمع، المجمع مزود ما شاء الله تبارك الله بكل الخدمات. يعني عندنا مسبح مغلق، وعندنا صالة فتنس خاص بالنساء والرجال، وعندنا حمام تركي خاص بالنساء والرجال، ساونا، صالة فتنس، إضافة إلى ذلك عندنا صالة سينما أيضا. كل الخدمات متوفرة في المجمع. مجمع كبير جدا، 9 بنايات عبارة عن 600 وحدة سكنية. نطلع من الغرفة الأولى، نجي هنا على المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله، أرضيات باركيه. وهذه المنطقة منطقة طاولة الطعام، وفي مخرج للبلكونة أيضا من المطبخ. نكمل تصوير الشقة زي ما احنا ملاحظين، ورق الجدران الفاخر لكل الشقة. بجوار المطبخ الصالة، شايفين مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة وشرحة. ديكورات سقفية، ورق الجدران، واجهة كبيرة زجاجية ما شاء الله تبارك الله. وعندنا إطلالة على البحر من هنا. عندنا تمديدات التكييف لكل الغرف واصلة. نطلع من الصالة، نجي هنا على الغرفة الأولى، قصدي الغرفة الثانية. الغرفة الأولى قلنا غرفة الضيوف، هذه الغرفة الثانية. الأرضيات باركيه، تمديدات التكييف واصلة. نجي هنا الحمام الأول، وأنتم بكرامة. بجواره حمام ثاني اللي هو الحمام الرئيسي. مروش وكلوزيت. مقابل الحمام الرئيسي الغرفة الثالثة، أيضا تمديدات تكييف واضح. وأخيرا غرفة الماستر، غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية، لها بلكونة خاصة فيها. وعندنا هنا دريسنج روم، غرفة تغيير الملابس، إضافة إلى ذلك حمام خاص بغرفة النوم الرئيسية. نطلع على البلكونة الخلفية تابع غرفة النوم الرئيسية. هذا هو المجمع زي ما احنا لاحظين، عبارة عن 9 أبراج، كل برج 17 طابق، كل طابق 4 شقق. مواقف مغلقة 3 أدوار عندنا هنا، إضافة إلى ذلك ملاعب رياضية وألعاب أطفال. البناية هذه اللي احنا شايفينها قدامنا بناية
الثلاثة الأدوار هذه اللي احنا شايفينها هنا ما وقف للسيارات، فوقها جلسات عائلية، صالة فتنس، حمام تركي، سونا، إضافة إلى ذلك حمام السباحة المغلق. كل هذه الخدمات متوفرة في المجمع. إضافة إلى ذلك عندنا مسجد كمان خاص بالنساء ومسجد خاص بالرجال، وصالة سينما صغيرة، ميني صالة، ميني سينما، إضافة إلى المواقف المفتوحة. المجمع في منطقة كاشستو تابع لمنطقة يمرة. شقة 4 غرف صالة مساحتها 220 متر مربع، مجمع راقي، تشطيب سوبر ديلوكس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.